مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إشراقة جديدة لهذا الصباح عبر فقراتنا المختلفة من صباح الشروق، دوما نأتي بها أسبوعيا أنا والزميل حسام، وهي فقرات متتابعة تفيد البيت السوداني والمجتمع السوداني. صباح الخير مرة ثانية، تحياتي والفريق العامل والزميل حسام. صباح المرونة، كيف الأحوال؟ كيف بداية أسبوعك؟ الحمد لله 100%، مبسوط الحمد لله. كما الشباب في الاستوديو برضه سلم عليهم كلهم، اتمنى انهم كلهم مبسوطين ان شاء الله. ان شاء الله فردا فردا بنحييكم زي ما بيطلب كل الزملاء محمد وكل الشباب اللي في الكنترول، المخرج جميل احمد وكل الزملاء. احمد نظامنا مركب شريحتين، هو بيقول الكلمه دي انا ما اعرف معناها شنو بالضبط، لكن ححقق معه بعدين. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في صباح الشروق، تحيا لكم بحجم ما يحمل هذا الوطن من اشراقات ومن امال بان المستقبل دائما هو الافضل. تحايا لكل الشباب البواسل اللي قدموا صور جميله جدا، وتحديدا الصور اللي تابعناها يمكن امس في توتي يا منى، بصدورهم عاريه ومكشوفه كتروس تقي دره النيل من السيل او الفيضان، وفي كل مكان في محاذاه النيل ومن يقطنون قرب النيل، نسال الله انه هذا البلاء البسيط إن شاء الله ينجلي، وبصورة عامة يمضي فصل الخريف، وهذه الفترة التي نشهد فيها ارتفاع غير مسبوق لمناسيب النيل بخير وعافية لكل الناس في وطننا الحبيب السودان. إن شاء الله هم بسيطة وتنجلي يا منى. إن شاء الله. هي طبعا نعمة من رب العالمين، ولكن عدم التخطيط والاستعداد أيضا لفصل الخريف في كل عام. نحن نعيش نفس التجارب، تمنياتنا لكل أهالينا في جزيرة توتي، في الكلاكلات، كل الناس اللي هم سكان بمحاذاة النيل، إنه يعني يقدروا يتعايشوا مع الوضع، ويعني تصلهم الإغاثات وتصلهم المعاناة في أغرب فرصة، يعني لأنه في كثير من الناس الموية خلاص غطت كل البيوت. في ناس طلعت بالمناسبة في تحديدا في الكلاكل القبة وخلت بيوتها، خصوصا الساكنين محاذاة النيل، وطلعوا وخلوا عفشهم وخلوا حاجاتهم، لأنه الموية خلاص يعني غطت كل البيت. يعني مثلا إذا دخلت أي واحدة من الغرف يمكن الموية تغطي لحد الكتف يعني. فنسأل الله أن يلطف بهم وكل الناس تعاضد وتساعدهم في هذه الازمه ان شاء الله. نحن كسودانيين ما مشحودين على الحاجه دي، دائما بنقف مع بعض في افراحنا واتراحنا، وده دور مهم جدا، لانه احنا سامحين بخصالنا وسامحين بطباعنا وشيء من السودانيه، بنقف دائما ونتعاضد، نشد عضك باخيك، كل اخ حيقف مع اخوه بكل تاكيد في مثل هذه الاحداث. امس يمكن في الريال المصري بيقول انه ارتفاع منسوب النيل وحتى دخل لثلاثه اربعه من البيوت الطرفيه والقريبه من النيل، نسال الله دائما السلامه على كل الناس، وان شاء الله ما يتضرر زول ان شاء الله. وخلينا ننتهز المساحه دي وحي الزميله ميسون عبد النبي اللي يمكن كتبت في صفحتها عبر الفيسبوك انها هي بتفتح بيتها لثلاثه او خمسه اسر تحديدا من جزيره توتي، كل المتضررين يمكن يكونوا حضور. تحية للزميلة والإعلامية ميسون عبد النبي وكل مشاهدينا، حنتواصل معكم عبر فقراتنا من صباح الشروق. الكلمة واللحن هما وشيجة حب وجمال، ابقوا معنا. مشتهية شوية حنية.
بيهب بتسأل عنه وريني 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 نهاية القصة شنو كان حقه عليك تسأل